لك لان ده عنوانك عنوان مقال لكن انت يعني رايت ان كل واحد تناول الاحداث من منظور ما يعتمر في صدره بالظبط. ايه اللي عايز يشيلها لسيد كابتن سيد شايلها لكابتن سيد، اللي عايز يشيلها جمال جبر شايلها لجمال جبر، اللي عايز يشيلها للاداره شايلها للاداره، اللي عايز يشيلها طبعا لكهرباء شايلها الكهرباء، اللي عايز يشيلها للشناوي شايلها للشناوي. اذا فعلا فعلا كل واحد، مع ان الموضوع واضح جدا، لان يعني تعامل الاهلي منذ الوهله الاولى ومنذ احدثت الواقعه باكبر قدر من الشفافيه، ادراكا من الكابتن سيد عبد الحفيظ واداره الاهلي ان ده اذا تم التعتيم الكلام هيتاخد في سياق تاني خالص. فاحسن حاجه الناس تعرف الحقيقه في لحظتها، علشان واعتقد انها كان ده تصرف حكيم، رغم ان الناس كتير بيقول لك يا ريت كنت تداري على شمعتك تقيد، يا ريت ان نفضل زي زمان تخبي. زمان ما كانش فيه القوه الاعلاميه الهائله اللي هي اسمها السوشيال ميديا اللي بيحركها تليفون محمول او يعني تواصل. اصبح الاعلاميين موجودين في كل بيت، كل بيت في مصر فيه اعلامي دلوقتي. فما يعني احسن حاجه الشفافيه، خاصه استاذ ابراهيم ان اعلان العقوبه له العقوبه بشكل عام، العقوبه لو خدناها في سياقها، وده كلام مستشار منصور من دبي معايا في تحاورنا سوا كلمني، قال لي ما هو العقوبه كان زمان بهدف التنكيل والانتقام والتعذيب، انت غلطت يبقى اعمل فيك كذا. لكن العقوبه بقى بمفهومها الاقوى هي للردع. يعني انت لما بتعمل عقوبه بتستهدف الشخص اللي غلط عشان ما يكررهاش، وبتستهدف الاخرين عشان ما يعملوهاش. فاعلان العقوبه مهم عشان الكل يعلم ان الاهلي جاد في تطبيق ما اتفق عليه. هو ايه اللي اتفق عليه؟ ان انا مع اللعيبه ماضي على كل حاجه، الجزاء والمكافاه. بيني وبينك تغلط غلطه نطلع نحتكم للائحه. اللائحه فيها من الى عوقب الكابتن كهربا بالقدر الاقصى 1,000,000 جنيه عقوبه غير مسبوقه. ليه؟ لان الخطا جاء في توقيت، وده اللي مزعلني انا. أنا أعلم تماما أن الكابتن كهربا كان ملتزما في التدريب وفي المستوى البدني والمستوى الفني، وصل إلى مراحل الجهاز الفني كان مبسوط بيه جدا، وكان يرى أنه يعني لا ده ما إحنا مطمنين أن الراجل ده هيرجع هيحل جزء من المشاكل الفنية. فكونه يعني حاجة غريبة، يعني بمجرد ما بيرجع قبل ما يرجع وينزل الملعب تحصل المشكلة دي، وهي مشكلة ناس كتير من اللي عصروها ما كان لهاش سبب، بدات بهزار وتفاقمت الى ابعد حد، الى 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 مستوى ما حدش متخيله. نفس كهربا لما رجع البيت ورجع النادي قال لهم ايه اللي انا عملته ده؟ يعني ده كان تعليقه، ايه اللي انا عملته ده؟ انا ما كنتش يعني حاسس انا بعمل ايه. ما كانش مدرك ان هو تمادى قوي الى درجه هو نفسه ما توقعهاش. إذا موضوع كهربا يتقفل في هذا الإطار يا أستاذ إبراهيم. لاعب أخطأ خطأ له عقوبة في اللائحة، وقع عليه الحد الأقصى. إذا هذا أمر